السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا، يعني نقول بلي كاين بزاف اعلاميين جزائريين ربما يجهلون الكثير والكثير والكثير، ويسمحونا بعض الزملاء اللي نعرفهم، لكن باش تخرج انا ما قبلش تغلطني ولا تغلطوا ناس واحد اخرين. احنا رانا نعطوا معلومات، هذه تاع الشان لو كان ما تحضرش المغرب، انا يحضروا ما يحضروش ليس سهل عليهم، الشان غادي يندار. لكن باش تجي تقول باللي غادي المغرب يتعاقبوا 5 سنين عقوبات تاع الشان ما يحضروش، هذه راهي اخر نسخه تاع كاس الشان المحلي وغير معترف بها، باش يكون على بالكم. نعطيكم حقائق، مانيش ضد انايا ولا، بصح راني نقول لكم تبغوا الحقائق، نتوما تبغوا الحقائق، انا نقول لكم باللي غير معترف بها من طرف غير خاطش عليه مكاش، هذه تاع المحلي هذه مكاش، اللعاب المحلي مكاش. انا تقول لي كاس العرب معترف بها، خاطش تجيب محرز يلعب غادي يقبلوه، تجيب بن ناصر يلعب يقبلوه، هذه باش يكون على بالك. تجيب محرز يلعب كأس العرب يقبلوه، خاطش معترف بها من طرف الفيفا، معترف بها من طرف الفيفا. تجيب أي واحد، تجيب كأس العرب، تجيب لي تجيبه مقبول، هذه باش يكون على بالكم بها برك. حنا كأس الشهر غير يعني مكاش، هذه تاع لعاب محلي مكاش، كاين غير في لافريك داروها برك، هذا مكان مكاش في اسيا ولا في اوروبا ولا في لاميريك لاتين ولا مكاش، هذه مكاش دوره تندار تاع لعاب المحلي تاع في القاره المحليه، القاره الامريكيه مع اللاعبين المحليين، ولا في اوروبا مع اللاعبين المحليين، مكاش هذه تاع لاكوب تاع لعاب محلي، مكاش كاينه في لافريك. ناس بغاو يديروها، بغاو يطوروها، وبعد ما صابوش فيها مدخول، ما فيهاش اشارات، تما الدولة اللي تحكم، الدولة اللي تكذب ذاك الشان هي اللي تصرف، مكاش إشارات كبار وأموال ويعني والاتحاد الإفريقي يعاون بالأموال وفيها مكاش. يحضر بليزير، يحضر رئيس أنفرتينو، يحضر بليزير يعني معروض، يحضر دورة رياضية غادي يحضر فيها، بصح أنا من جانب واحد آخر ما يجيش ناس، أنا يعني كاين ناس، الناس راهم يكتبوا في الفيسبوك، يكتبوا يقول لك سوف تكون عقوبات قاسية على المغرب. يا ودي راكم غالطين، لو كانت جات في المغرب والجزائر ما تروحش فانك ما تكونش عقوبات قاسية، ما كاش عقوبات قاسية، خاطش هذه آخر نسخة تاعها من هذه، ما كاش غادي، ما كاش كأس الشان هذه، ما كاش آخر نسخة تاعها هذه، باش يكون في، باش يكون في علمكم برك. ياس تنظمها، تنظمها كان بليزي نظم لها وصحيح، هذا مكان، هذه كأس الشان جابها قبل بها زاتشي، خات على قبل بها باش ينقذ الراس تاعو، لكن بصح ما هذه كاين امور، واحد الامور صوالح ما هذيش ما نهدروهمش حنايا، كاين صوالح الله يسهل. المهم الناس هذو لما يهدروا يقول لك بلي يا ودي كأس الشان وفيها عقوبات، فيها ما كان تاع عقوبات، ما كاش ما غاديش تلعب كاع. ديجا راه اوكلي هذاك، اوكلي هذاك هدر دار تصريحات، حتى الاتحاد الافريقي ما دارش عليه، راهم يقارعوا الوزير يهدر، وكاين دراسات. القجع راه رد، شان القجع كي رد، ويا حقيقة القجع ما قالكش اعطيني طيارة، ما قالكش اعطيني طيارة، جيب لي طيارة تديني ولا. هو هدر على فتح المجال الجوي، يعني هنا تبقى سيادة، تبقى عند الدولة، عند السلطة، هذا مكان تبقى عند السلطة. الذي قال لك 24 ساعة يدرسوا إمكانيات، قادر يجي قادر ما يجيش، قادر كيما يبغوا. أنا نقول فيها ونعاود، السلطة تاعنا عندها قرارات تاعها، عندها سيادة تاعها، المغرب عندها سيادة تاعها، والله يسهل بيناتهم. لا ديجا غادي نفرجو ليكيب ناسيونال، هذه هي كاش حاجه واحده اخرى،
كاين هذه لاكوب، انا واحد من هذه لاكوب قلت لكم كلمه باغي بوكره يديها وصاي اتو تنزاد البوكره وصاي هذا مكان والله لا باغي بوكره يديها وصاي ما هي لا حياه موت لا من نعلم ليها. كما قال لهم فريد معطاوي قال لهم التنظيم على بالنا التنظيم احتفالات على بالنا غادي تكون حاجه شابه، قال لك افضل من كاس افريقيا، هذه كاس شان افضل من كاس افريقيا. غالطين على الناس تهدر بزاف هضره زياده وصب البنزين على النار ماشي مليح، صب البنزين على النار ماشي مليح. انا دروك الناس ما يكونوش تصريحات متسرع في التصريحات، واحد ما يكونش متسرع غادي يشوف من يشوف من يشوف من يشوف من يشوف ما دير التصريحات تاعك. انا ما تمنيت انا هذاك انا مش تهدرها هذاك اوكلي مين هدر يعني ما مشي انت تهدر وخليت الناس الكبار هما اللي يهدروا يقراو يشوفوا واش كاين واش مكاينش يقراو ما بين السطور خاطر كاين مستشارين اللي غادي يشوفوا عندهم امور تاعهم ماشي انت انت ديجا راك هدرت ما داروش عليك. قال لك حنا نسمعوا من عند الوزير الشباب والرياضه في ذا الامر خاطر شافوا بلي اوكلي هذا ما فهمش يعني ما عرفش كيفاش يرد هذا ما كانش راني نحقر فيه ولا بصح الرد ما كانش هذاك هو الرد. هي الرد غادي يكون من عند وزير الشباب والرياضه نسمعوا قال لك 48 ساعه انقارو 48 ساعه هذه هي انقارو 48 ساعه حاجه وحده اخرى ربي يجيب الخير يعني ربي يجيب الخير وصاي. كاين بزاف اللي يقول لك لا ما عندنا ما نديرو بهم يا ولدي ما عندك ما دير بهم هو فيك يقول لك انا ما عندي ما ندير بك ويا رايحه وي غادي يكون الرد تاعو يقول ما عندي نعمل واحد شادنا انا نشوف الناس كيفاش راهم كاين اللي عايل الجزائر كاين اللي يبغي يمد كاين اللي عايل المغرب كاين الله يسهل هم كاينين ناس بيناتهم كل واحد وقرب مجال كل واحد وقرب مجال مجال واحد يعاير منا ذاك يعاير منا اهضروا بولا وصاي حنا المجال تاعنا كرة قدم. انا نقول لكم ونعاود انا ديت تقصي على شوبين غادي يقول لك يا ودي هذاك تكسب قدامه طياره ما غاديش يحوس عليك يسمع باللي عندك بوله غادي يجي عندك تطبع لك يقول لك سلفها لي بين يلعبوا بها طياره ما عنده ما يدير بها تكسب طياره ما عندي ما ندير بها بصح كون نسمع باللي عندك بوله غادي نجي نطبع لك في الدار نقول لك سلف لي بين يلعبوا بها بوله شابه واحد جابها لك ولا شابه نقول لك سلفها لي بين يلعبوا بها تاع الطياره غادي نقول لك ما عندي ما ندير بها خاطر ما نعرف لهاش هذه هي اخويا. حنا المهم نقارعوا ناس هذو لما يهضروا يقول لك بلي فيها عقوبات وفيها ما كان لا عقوبات لا والو على حساب ما سقسيت هذا مصري صحافي مصري قال لي باش يكون على بالك قال لي عندكم اعلام هذا مصري قالها لي قال لي راه عندكم اعلام ما راش عارف قال لي راه يهضر قال لي مكاش واحد قال لي هضر خرج هضر قال لي خرج عليه قال لي هذه كاس افريقيا كاس الشان هذه قال لي اخر نسخه تاعها من الجزائر ويحطوا عليها السيطار مكاش قال لي على هذيك مكان تاع عقوبه قال لي مكاش عقوبات قال لي مكاش عقوبات قال لي مكاش عقوبات قال لي الناس قال لي يقول لك كاين عقوبه قال لي يقول وين غادي قال لي شوف قارع وشوف قال لي باش يقول لك كاين عقوبات قال لي فانك رجع فانك يعرف قوانين تاو انا هنايا يعرف قال لي فانك في الجزائر قال لي الناس اللي يعرفوا القوانين قال لي ما عارفينش كاين قال لي الاعلام قال لي راه يهضر هضره باللي عقوبه قال لي ما نبالوش باللي ودي اخر نسخه تاع الشهر قال لي خاطش ما صابوش فيها ما صابوش قال لي حنايا قال لي تونس ما كاش اللي سبقها مصر ما كاش اللي سبقها قال لي ما صابوش فيها فايده ما كاش فايده وحنا باش قبلها لقجع باش قبلها كيسموه زاتشي يعني كانوا امور اخرين كانوا كاينين امور اخرين ما نجموش نهضروهم حنايا باش ينقذ الراس تاعو فقط طاح في واحد الورطه قبل هذه كاس الشعب ديجا نهار اللي بغاو يمدوا له الاعلام ما راحش ما هوتش داروها في المالي في المالي وقيله ما هوتش راح القطر داروا في المالي ولا في البنين راح القطر ما راحش حتى الوزير حتى السفير في ماك راح طاوه هضره ما حوش كاع عليها حتى المعرب اللي ما فيهاش ما حوش عليها كاع تما غير قال واهم بعد ما تا راح السفير قلب الاعلام باش تعقلوا عليها هذه نتمنى ان شاء الله الخير برك على مكان بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير
وبارطاجونا لي فيديو ونمشي ابوني تابونا معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتكم.